ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، في رأيك الأولوية أفريقيا للتكامل الحقيقي الذي تطمح إليه مصر وبالتأكيد جميع دول القارة؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. نحن نتحدث عن جولة أفريقية للقيادة السياسية المصرية في غاية الأهمية، وتوصف بالفعل تاريخيا لأنها تضم نقاط جغرافية لم يزورها رئيس مصري من قبل. وهذا النهج في الدبلوماسية الرئاسية في الحقيقة حاضر منذ عام 2014. وجدنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور عدة بلاد أفريقية لم يزورها رئيس من قبل، زي مثلا رواندا، جنوب السودان، جيبوتي، غينيا كوناكري، غيرين من الدول الأفريقية. كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يزورها، وبالتالي هذه دلالة مهمة جدا إن الدبلوماسية الرئاسية حريصة على الانطلاق بالعلاقات التاريخية الأكثر من رائعة التي تجمع مصر مع مختلف الدول الأفريقية إلى آفاق أرحب وإلى شراكة اقتصادية وتكامل اقتصادي وتنموي يرتقي وعظم هذه العلاقات التاريخية. وبالتالي نحن أمام نقلة نوعية تشهدها العلاقات المصرية الأفريقية منذ عام 2014 حتى الآن. أيضا هذه الجولة امتداد للجولات الأفريقية للقيادة السياسية المصرية في عام 2019. أيضا رأينا جولة مهمة للغاية للسيد الرئيس في غرب أفريقيا، والآن أيضا بنشهد جولة لها ثمار سواء على الصعيد الثنائي فيما يتعلق بتعزيز العلاقات المصرية الثنائية مع الدول التي سوف تشملها الزيارة أو الجولة، وأيضا على الصعيد الإقليمي هناك مكتسبات مهمة للغاية. نعم، على الصعيد الأقليمي المكتسبات التي تراها مهمة في رأيك، خاصة في ضوء ما يحدث من نزاعات في دول القارة ربما تؤثر على التكامل الاقتصادي الأفريقي؟ بالتأكيد الشراكة الأفريقية هي الحل الآن، والإدراك المصري بأهمية تعزيز الشراكات الإقليمية سواء على الصعيد الأفريقي أو على الصعيد العربي يأتي من الحرص الخاص بالدولة المصرية بالانطلاق بهذا التكامل بين الدول النامية إلى آفاق أرحب، لأن في ظل هذه المتغيرات الدولية القائمة وهذا الصراع الدولي القائم الذي في الحقيقة المتضرر فيه الأول هي شعوب الدول النامية سواء كانت هذه الدول أفريقية أو عربية، يجب على هذه الدول أن تتكامل وأن تشحذ جهودها وأن تتكاتف لمواجهة هذه التحديات التي نراها جميعا على الصعيد الاقتصادي أو الأمن الغذائي. والقارة الأفريقية في الحقيقة بتعاني أشد المعاناة من تبعات هذا الصراع الدولي. عدد يعني من يعانوا الجوع في القارة الأفريقية الآن في تزايد، الأضرار الاقتصادية الخاصة بتبعات الأمن الغذائي أيضا يعني تتصاعد طوال الوقت بسبب عدم تدفقات يعني السلع الغذائية من الخارج. القارة الأفريقية الغنية أيضا بالثروات لا تستطيع حتى الآن إحداث توطين للتصنيع وإضافة قيمة مضافة لصناعاتها أو لمواردها الطبيعية، كلها تحديات. أعتقد إن حان الوقت ليبحث القادة الأفارقة والدول الأفريقية عن إيجاد تكامل أفريقي حقيقي يستطيع أن يحجز للقارة الأفريقية مكانة في العالم الجديد الذي يتشكل الآن. وهناك في الحقيقة أيضا رؤية مصرية تتشكل منذ عام 2014 فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي الأفريقي بالتحديد. يمكن رئاسة مصر للكوماسا خلال السنتين الماضيتين، وأيضا الآن رئاسة مصر للتجمع النبات الذي يعد الزراعة التنموي الأول للاتحاد الأفريقي، وغيرها من جهود مصرية على صعيد يعني التعاون الاقتصادي في المجال الأفريقي، كلها بتؤكد أن مصر منذ اللحظات الأولى وهي تعمل بنظرة استشرافية وبنظرة مستقبلية فيما يتعلق بإدراكها الكامل بأهمية التعاون الاقتصادي الأفريقي، حتى فيما يتعلق بإنشاء بنيتها التحتية الداخلية في مصر أو كده مسارات لأن تجعل هذه البنية التحتية بنية قارية. عشان كده بنجد طريق اسكندرية فيكتوريا الملاحي، بنجد طريق القاهرة كيب تاون أيضا البري المهم جدا في التجارة الأفريقية. نعم. الربط السككي مع الدول الأفريقية، الربط الكهربائي. إذن مصر لديها في الحقيقة إدراك وأيضا تحاول طوال الوقت دفع الشركات الأفريقية، وأعتقد أن هذه الجولة مساحة مهمة للغاية وتخلق مساحات مهمة للغاية للنقاش ما بين القيادة السياسية المصرية والقادة الأفارقة لتعزيز هذه الشركات الاقتصادية لتخفيف تبعات الأزمات العالمية على الشعوب الأفريقية. ذكرت نقطة شديدة الأهمية أستاذ جمال، وهي الاستغلال الأمثل لثروات القارة الأفريقية التي ربما تكون محرومة من استغلالها نظرا لتصديرها للمواد الخام. أنغولا التي يزورها الرئيس اليوم في مستهل جولته الأفريقية تتمتع بثروة نفطية لكنها بحاجة إلى معامل تكرير بترول. في رأيك الخبرة المصرية هنا في هذا المجال إلى أي مدى يمكن أن تلعب دورا
في يعني الاستغلال الأمثل لثروات الدول الأفريقية ومنها أنغولا على سبيل المثال؟ بالتأكيد، يمكن حضرتك ما أشرت إليه مهم للغاية، لأن تبادل الخبرات، ويمكن الدولة المصرية في الحقيقة بتضع خبراتها في مختلف المجالات أمام كافة الدول الأفريقية للاستفادة منها، من منطلق أننا دائما نساند الأشقاء الأفارقة في إحداث خططهم التنموية. وبالتالي أعتقد أن مجال الطاقة أحد أهم المجالات التي تهتم بها أنغولا، أحد أهم الدول الأفريقية في مجال تصدير النفط، وبالتالي تعزيز هذه الثروة وإعطاء قيمة مضافة لهذه الثروة، خاصة أن مصر الآن أصبحت لديها خبرات في مجال الطاقة مهمة للغاية. أيضا أنغولا أيضا تبحث عن مجالات ليست فقط فيما يتعلق بتعزيز الطاقة التقليدية، ولكن حتى في مجالات الطاقة النظيفة، ومصر أيضا الآن حاضرة وبقوة في هذا المجال، سواء فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، وكلها مجالات تبحث عنها أنغولا أيضا لإعطاء يعني فرصة أمام الطاقة النظيفة في كقيمة مضافة للاقتصاد الأنغولي. أيضا فيما يتعلق بالبنية التحتية، وهناك بالفعل 4 اتفاقيات تم توقيعهم ما بين وزارة الإسكان في أنغولا وما بين الحكومة المصرية فيما يتعلق بتعزيز أطر التعاون في مجال الإسكان والطرق والبنية التحتية، وهذا إطار مهم جدا. يمكن القول باختصار أن مصر أصبحت لديها الآن ما يمكن أن نسميه الدبلوماسية التنموية، فكرة أن الدبلوماسية التنموية التي تضع من خلالها مصر كافة خبراتها التنموية وقدراتها التنموية لخدمة مصالح القارة الأفريقية وأيضا الدول الشقيقة في القارة الأفريقية. وبالتالي بنجد مصر شريك تنموي مهم جدا الآن لكل الدول الأفريقية. مصر تدخلت أو كانت شريك تنموي مهم جدا في مشروعات كثيرة داخل بعض الدول الأفريقية، زي سد جوليوس نيريري في تنزانيا مثلا، زي المشروعات الخاصة بالطرق والري والمياه وغيرها من المشروعات التي مصر الآن شريك تنموي مهم جدا. إذن الجميع يثق في قدرة التجربة المصرية التي تتشابه في الظروف مع القارة الأفريقية. يمكن حتى السيد الرئيس بالأمس أشار لهذه النقطة، أن الدولة المصرية هي دولة أفريقية وتتشابه مع أشقائها الأفارقة في نفس الظروف، سواء الداخلية أو المحيطة بها، وبالتالي تبادل الخبرات يكون مفيد للجميع. وبالتالي الآن الخبرات المصرية التي تراكمت عبر 9 سنوات الماضية وهذه التجربة التنموية المصرية الآن هي محل أنظار الجميع، وأيضا مصر تقدمها للاستفادة منها. أعتقد مصر وأنغولا من خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي توصف بأنها تاريخية، لأنها زيارة لأول رئيس مصري إلى أنغولا، أمامهم فرصة الآن للانطلاق بهذه العلاقات التاريخية لتعزيز الشراكات، سواء على صعيد طبعا الطاقة أو الطاقة النظيفة أو فيما يتعلق كمان بالأمور الخاصة بالإسكان والبنية التحتية، وأيضا ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري الذي يشهد نمو ارتفع خلال العام الماضي ل 14%. إذن هي نقطة انطلاق جديدة في العلاقات المصرية الأنغولية. صحيح، وهي يعني أولوية في السياسة الخارجية المصرية الآن التركيز مع العمق الأفريقي وتوطيد العلاقات من خلال التواجد كما تفضلت في دول لم يسبق أن تواجد فيها رئيس مصري من قبل. في رأيك بشكل عام التحدي الأكبر أمام التكامل الأفريقي في ظل الرغبة الجادة من القادة الأفارقة لهذا التكامل؟ يمكن في الحقيقة القارة الأفريقية طوال الوقت تواجه عدد من التحديات، ولكن الوقت الراهن يفرض على القارة الأفريقية أن تنحي كافة حتى الخلافات أو حتى بعض التغيرات في الرؤى أو التباينات في الرؤى، والنظر إلى مصلحة مهمة جدا وهو حجز مكانة للقارة الأفريقية في هذا العالم الجديد الذي يتشكل. وبالتالي مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعوبات، يجب علينا أن نتغلب عليها، والتغلب عليها من خلال إيجاد إرادة سياسية، وهذه الإرادة السياسية الآن متوافرة ما بين القادة الأفارقة. في الحقيقة أن احنا نشهد خلال السنوات الماضية تقارب كبير جدا في وجهات النظر ما بين مختلف القادة الأفارقة، حتى فيما يتعلق بتشكيل وجهة نظر حيال بعض الصراعات الدولية القائمة. هناك وجهة نظر ربما متقاربة ما بين القادة الأفارقة، وده أمر مهم جدا أن ننأى بالشعوب الأفريقية عن ويلات الصراع الدولي، وأن ننظر فقط لمصلحة الشعوب الأفريقية، وعلى فكرة يعني تخفيف تبعات هذه الأزمات العالمية على الشعوب الأفريقية. الفرصة متاحة، لأن القارة الأفريقية هي أغنى قارة من حيث امتلاك الموارد، وبالتالي علينا أن نخرج هذه الموارد وأن نوطن التصنيع وأن نعزز من قيمة هذه الموارد وأن نعزز أيضا من القيمة الخاصة بالثروة البشرية، لأن القارة الأفريقية هي قارة شابة
يعني معظم سكان القاره من الشباب. اذا بالضبط، اذا تمتلك الموارد الطبيعيه، تمتلك الشباب، وايضا تمتلك العقول وتمتلك القدره البشريه في العماله، والعماله ايضا يعني بسعر مناسب. واذا كل مقومات في الحقيقة النجاح موجودة. أيضا الموقع اللوجستي والموقع الجغرافي للقارة الأفريقية موقع مميز جدا يمكنها من صناعة قرار اقتصادي في المستقبل، وبالتالي كل هذه الأمور يجب النظر لها بعين الاعتبار. عشان كده الجميع ينظر لقمة الكوميسا هذا العام كونها قمة في غاية الأهمية، يمكن أن تشكل بالفعل رأي عام أفريقي اقتصادي يستطيع أن يمضي بالقارة الأفريقية نحو تعزيز التكامل الأفريقي. نحن نتحدث عن 21 دولة أفريقية ضمن هذا التكتل، نتحدث عن أكثر من 500 مليون نسمة عدد الدول الأفريقية المنضمين لهذا التكتل، بنتكلم على حجم الناتج المحلي كبير جدا لأعضاء هذا التكتل. وبالتالي هذا التكتل في الحقيقة، ويمكن زيارة السيد الرئيس ايضا بتشمل احد محطاته وهو حضور الكوميسا او قمه الكوميسا وتسليم رئاستها الى زامبيا، اعتقد ان هو ايضا هذه القمه مهمه للغايه، لان هذه المحطه سوف ايضا تشكل محطه فارقه فيما يتعلق بتعزيز التكامل وبناء افكار واطروحات جديده لمواجهه التحديات القائمه الان في الاقتصاد العالمي. واعتقد ان المجتمع الافريقي امامه الان الفرصه، عليه فقط ان يستغلها، والاستغلال من حيث استخدام الموارد الطبيعيه والثروه البشريه والموقع الجغرافي المميز للقاره الافريقيه. كلها امور تصب ايضا في قطاع السياحه. في رايك التقارب فيما بين الشعوب الافريقيه، بما اننا نتحدث عن التكامل هو ليس تكامل اقتصادي فقط، وانما يعني تكامل فيما يتعلق بالجانب الثقافي والجانب الاجتماعي، وهذا امر يعني بدات وجهه النظر تتغير فيه الان على ضوء الاهتمام المصري بالجانب الافريقي في سياساته الخارجيه. قطاع السياحه هل يفتقد في رايك الى كثير من التركيز او كثير من الدعم لتحقيق التقارب فيما بين الشعوب الأفريقية، وتكون أفريقيا وجهة سياحية متبادلة فيما بين الأفارقة؟ هذه نقطة مهمة جدا، وفكرة تعزيز السوق السياحي الأفريقي أعتقد أنها يعني حان الوقت أن نستفيد منها، خصوصا أن يعني القارة الأفريقية تتمتع بنقاط سياحية ربما هي الأهم في العالم، وبالتالي يجب أن تستغل المجتمعات الأفريقية هذه أيضا الثروة المهملة خلال العقود الماضية. وربما كانت تحتاج هذه النقطة بالتحديد تعزيز البنية التحتية وإيجاد بنية تحتية تستطيع من خلالها السياحة التقدم وجذب السائحين من مختلف الدول العالم. عشان كده بنجد أن الدولة المصرية بتهتم طوال الوقت بتعزيز البنية التحتية الخاصة بالقارة الأفريقية بشكل عام، وتعزيز البنية التحتية في القارة الأفريقية بيعزز كافة روافد الاقتصاد بشكل عام أيضا، لأن بيتكلم حينما تتوفر البنية التحتية من حيث الطرق، الكهرباء، المياه، النقل، اللوجستيات وغيرها من بنية تحتية، بالتأكيد سوف يكون هناك مناخ آمن للاستثمار في هذا المجال الخاص بالسياحة، وأيضا سوف يأتي السائح وهو لديه القدرات التي أو الإمكانيات التي تمكنه من قضاء عطلة في أجواء أيضا مريحة. وبالتالي نحن نتحدث عن قطاع أعتقد بالفعل يجب أن يكون محل الأنظار الآن، لأنه بالفعل مجال مهم للغاية، وأيضا اقتصاد يمكن البناء عليه في تعزيز موارد هذه الدول الأفريقية واستغلال هذه الثروات الطبيعية أيضا التي من ضمنها هي هذه المناظر وهذه المقومات الطبيعية التي منحها الله للقارة الأفريقية. لكي تضع القارة الأفريقية لنفسها مكانا على خارطة الاقتصاد العالمية لابد أن تواكب التغيرات. التحول الرقمي شهد العديد من المبادرات على الصعيد المصري وعلى الصعيد الأفريقي أيضا، هل ترى أن هناك مزيد من الدعم في هذا المجال لكي يسهم في تحقيق التكامل وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة أيضا؟ يعني بالتأكيد الشمول المالي والتحول الرقمي والرقمنة ده أمر في غاية الأهمية، والمستقبل الآن أمام الاقتصاديات كلها يتمحور حول الدول التي تستطيع أن تنجز هذه النقاط. والمفاجأة في الحقيقة أن بعض الدول الأفريقية في الحقيقة حققت الكثير من التجارب الناجحة في هذا الأمر، سواء كانت مصر، جنوب أفريقيا، رواندا، حتى في هناك دول في غرب أفريقيا أيضا استطاعت أن تخطو خطوات مهمة. ولكن الأهم أيضا أن يتم الآن تعزيز هذه البنية الرقمية على المستوى القاري، ويمكن هذه نقطة في
في غاية الأهمية، وربما تكون أيضا نقطة انطلاقة جديدة لفكرة الشمول المالي الأفريقي لتعزيز أيضا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي ساهمت مصر في إطلاقها حينما كانت مصر ترأس الاتحاد الأفريقي. وبالتالي بالتأكيد هذه التقنيات وهذه الإمكانيات الرقمية الآن يجب أن تكون أيضا محل نظر واعتبار فيما يتعلق بمستقبل القارة الأفريقية. وهناك اهتمام في أجندة أفريقيا 2063 بهذه النقطة بالتحديد، وهذه النقطة الآن هي نقطة فاصلة في فكرة أن يكون لدينا اقتصاد إقليمي على المستوى القاري يستطيع أن يتبادل المعلومات ويتبادل الخبرات، وتكون سلاسل الإمداد والتموين داخل القارة الأفريقية سلاسل رقمية تستطيع من خلالها الدول الأفريقية تبادل السلع وتعزيز التجارة البينية، لأن ما زالت الأرقام المتعلقة بالتجارة البينية داخل القارة الأفريقية أرقام متواضعة، نتحدث عن أقل من 30% حجم التجارة البينية داخل القارة الأفريقية. هل يعود ذلك في رأيك إلى المعوقات أمام النقل فيما بين دول القارة؟ لذلك الأرقام حتى الآن هي لا ترقى لمستوى الطموحات الأفريقية؟ بالتأكيد، عشان كده كان أهم خطط الدولة المصرية في تعزيز التجارة البينية ما بين الدول الأفريقية هو دعم المشروعات القارية على نطاق النقل. عشان كده وجدنا مصر تأخذ المبادرة وتنطلق نحو طريق القاهرة كيب تاون، وأيضا تدشين الممر الملاحي اسكندرية فيكتوريا، ويعني الإعلاء من فكرة الربط القاري ما بين مختلف دول القارة الأفريقية. القارة الأفريقية إذا أحدثت بالفعل ربطا بريا ما بين دولها او ربطا حتى جويا وملاحيا ما بين مختلف الدول، انا اعتقد ان ده سوف يعزز من التجارة البينية خاصة ما بين الدول التي تمتلك الثروات والدول الان التي اصبحت دول توطن التصنيع في الداخل المحلي لديها. وبالتالي هذا هو الذي سوف يحدث التكامل، فكرة ان يكون لديك في الداخل الافريقي بنية لوجستية قوية وبنية نقل حقيقية تستطيع ان تنقل البضائع بسهولة. هذا في التكامل مع النقطة التي كنا نتحدث عنها منذ قليل، وهي فكرة الرقمنة والشمول المالي. اذا وصلنا لفكرة الرقمنة وإيجاد بنية معلوماتية لتعزيز التجارة وأيضا بنية تحتية فيما يتعلق بمسارات النقل واللوجستيات، أنا أعتقد أن القارة الأفريقية سوف تحجز لنفسها مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي في الوقت القريب. الرئيس في جولته الأفريقية الحالية أستاذ جمال يعني متوقع أن يعقد العديد من اللقاءات الثنائية ينتج عنها اتفاقات يعني مع قادة الدول الأفريقية أو مع مؤسسات التمويل الاقتصادية الأفريقية مثل بنك التنمية الأفريقي، هي ستكون فرصة متوقعة في رأيك لكي نرى المزيد من الاتفاقيات التي تدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية؟ بالتأكيد، نحن اعتدنا أن نجد أجندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الجولات الخارجية مزدحمة باللقاءات وبالنقاشات، خاصة فيما يتعلق بدوائر صنع القرار سواء السياسي أو الاقتصادي. وبالتأكيد من المتوقع أن نرى الكثير من اللقاءات وأيضا الاجتماعات، وبالتأكيد هذه نقطة انطلاقة، هذه الجولة نقطة انطلاقة مهمة جدا لتعزيز المزيد من الشراكات مع الأشقاء الأفارقة على مختلف المجالات، خاصة المجالات التنموية. وزي ما كنا بنتحدث منذ قليل، أنا أعتقد أن الدولة المصرية الآن بتنظر للشراكة سواء على الصعيد الأفريقي أو العربي أنها أولوية في هذه المرحلة، لأن التكامل الأفريقي أو التكامل العربي عربي أو الأفريقي أفريقي أنا أعتقد أنه هو ضرورة ملحة مش بس بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، لكن بين كل الدول الأفريقية والعربية، لأن الدول النامية الآن تحتاج إلى هذه النقطة، تحتاج إلى تعزيز الشراكات وإلى التكاتف لتمضي نحو يعني تخطي الكثير من التحديات المتشابهة في الحقيقة. وبالتالي فرص التكامل مهمة، وبالتالي أعتقد أن هذه الجولة سوف تضيف الكثير لمسار مصر الذي يعتمد على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول، أيضا حتى مع طبعا المنظمات الإقليمية سواء على صعيد الكوميسا أو بنك التنمية. وكانت مصر أيضا تستضيف الاجتماعات منذ يعني أيام قليلة، وبالتالي الحراك المصري في الحقيقة على صعيد هذا الإطار حراك مهم جدا وبيه زخم كبير جدا، وبيبرهن على أن الدولة المصرية لا تتحدث فقط ولكنها أيضا تفعل، وتفعل خطوات يعني بتمضي بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب الآن بلحظة أو بنحصد ثمارها طوال الوقت شراكات وتعاون ما بين مصر وما بين مختلف الدول الأفريقية. القطاع الخاص المصري لأي مدى يدعم مصر في هذا التوجه، وتحدث تحديدا عن الاستثمارات المصرية في أفريقيا؟
يمكن انا اعتقد ان القطاع الخاص احد رؤوس الحربة المهمة جدا فيما يتعلق بتعزيز الشركات المصرية الافريقية، ويمكن الشركات المصرية في الحقيقة برهنت على قدرتها على ان بالفعل تكون قدر المسؤولية خلال الاعوام الماضية، ويمكن خطوات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الدول او لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الافريقية خلال السنوات الماضية تبعها في الحقيقة ايضا تعزيز للشركات مع القطاع الخاص، ورأينا الكثير من الشركات المصرية بتنجز الكثير والكثير من المشروعات المهمة جدا على الصعيد التنموي في مختلف الدول الافريقية. واعتقد ايضا ان الاستثمار جنوب، ما يمكن ان نسميه الاستثمار جنوب الان، ربما فرصة مهمة تتيحها الدبلوماسية الرئاسية للقطاع الخاص المصري، لان هناك فرص نتاج هذا الحراك الدبلوماسي المصري في مختلف الدول الافريقية يفتح مجالات كبيرة جدا للمستثمر المصري للذهاب الى هذه الدول الافريقية لايجاد فرص، والفرص في الحقيقة كثيرة وكثيرة، سواء على الصعيد الزراعي، الثروة الحيوانية، المجالات التنموية والإنشائية، الكثير والكثير من المجالات التي من الممكن للمستثمر المصري أيضا أن يكون أحد العوامل المهمة في تعزيز هذه الشركات. ورأينا نماذج مهمة جدا لشركات مصرية في الحقيقة الآن أصبحت ترفع راية مصر عالية في السماء الأفريقية من خلال تعزيز استثماراتها في الكثير والكثير من الدول الأفريقية. هل يبقى المجال البنية التحتية والمجال الأبرز التي أو الذي يبرز فيه القطاع الخاص المصري في رأيك؟ يمكن البنية التحتية طوال الوقت هي الأولوية الآن، لأن القارة الأفريقية ومعظم الدول الأفريقية تبحث عن مجالات البنية التحتية في تعزيز يعني نموها الاقتصادي، ولكن مع وجود البنية التحتية أيضا يمكن الشراكة في مجال الزراعة، في مجال الطاقة، في مجالات أيضا حتى مجالات أخرى لها علاقة بالمجالات التنمية المستدامة، كلها مجالات أنا أعتقد أن يعني ما تحدثه مصر من زخم ومن حراك على الصعيد العلاقات الدبلوماسية المصرية بيفتح آفاق للقطاع الخاص ولرجال الأعمال وللمجتمع المدني للتواجد ولإيجاد فرص للاستثمار وللعمل في هذه الدول. وبالتالي نعم، البنية التحتية ربما هي المجال الأبرز، ولكن أيضا أعتقد أن مجالات أخرى خاصة المجالات الزراعية والري والثروة الحيوانية أيضا من المجالات المهمة جدا التي تحتاج القارة الأفريقية لتعزيز التعاون فيها، خاصة في ظل أن القارة الأفريقية الآن تعاني من تبعات الأمن الغذائي وهذا نتاج الصراع الدولي بالتأكيد، وبالتالي أيضا تعزيز العمل في الإطار الزراعي ونمو الثروة الحيوانية والزراعية والري وأساليب الري الحديثة أيضا ده يتكامل مع الجهود المصرية في مجال الإعمار والتنمية داخل القارة الأفريقية. النزاعات السياسية داخل بعض دول القارة تبقى عقبة أيضا أمام، يعني ليس فقط تحقيق الاستقرار سياسيا، وإنما على صعيد ملف هام تفضلت بذكره وهو انعدام الأمن الغذائي. بالتأكيد يمكن مختلف الأزمات التي تواجه القارة الأفريقية من حيث أن بعض الدول الأفريقية تواجه عدم استقرار سياسي داخلي، ده أمر خطير للغاية ويفاخم من الأزمات التي تواجه القارة الأفريقية، وبالتالي دعم الاستقرار داخل القارة الأفريقية أولوية المرحلة. عشان كده نجد أن الدولة المصرية لديها ثوابت فيما يتعلق بدعم الاستقرار الإقليمي والإفريقي، وهذه الثوابت تعتمد على دعم الدولة الوطنية، دعم الحلول والمسارات السياسية لحل الأزمات، دعم المسار التنموي كأحد المسارات التي تدعم الاستقرار الداخلي للدول، وبالتالي كلها ثوابت حاضرة في العقيدة الدبلوماسية المصرية، والدبلوماسية المصرية في الحقيقة تطرحها طوال الوقت، سواء من خلال حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الملتقيات الدولية أو لقائه مع القادة الإقليميين والدوليين، أو من خلال الجهود المصرية من خلال وزارة الخارجية. وبالتالي أنا أعتقد أن دعم الاستقرار سواء على صعيد تهدئة الصراعات داخل القارة الأفريقية أو حتى فيما يتعلق بمواجهات الإرهاب الذي يتنامى في منطقة الساحل والصحراء، وهذه نقطة في غاية الخطورة، أمر مهم جدا. عشان كده أيضا وجدنا الدولة المصرية تحتوي على أراضيها مركز تدريب قوى الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، لأن مصر تدرك أهمية ويعني أولوية أيضا مجابهة الفكر المتطرف خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي هي الآن الملاذ الذي تنتقل من إليه الجماعات الإرهابية فرارا من يعني الشام إلى من سوريا ومن العراق. ومصر لها تجربة ثرية في مكافحة الإرهاب.
بالتأكيد، وعشان كده مصر الآن تتحدث عن أولوية مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة وتمد الأشقاء الأفارقة بهذه التجربة. ويمكن لقاء السيد الرئيس منذ أيام قليلة مع رئيس موريتانيا كان مكافأة أو كانت قضية مكافحة الإرهاب أحد أهم القضايا في النقاش الثنائي، لأن أيضا موريتانيا أحد الدول المعرضة لهذا الخطر من خلال تواجدها في منطقة الساحل. وبالتالي نحن نتحدث عن الكثير من المخاطر، ولكن يجب الآن أن تعتمد الدول الأفريقية على التجارب الأفريقية التي استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات في هذه المجالات، وأن تستمد هذه الخبرات، وأن نتخذ من هذه الخبرات ومن هذه النجاحات خطوات عمل أفريقية للوصول للمزيد من النجاحات، لأننا ليس لدينا رفاهية الوقت كشعوب أفريقية، ولكن نحن نسابق الوقت لإحداث تكامل اقتصادي وإحداث استقرار داخلي داخل القارة الأفريقية حتى نستطيع أن نتواجد في العالم الذي يتشكل من جديد، ونحن لدينا القدرة الاقتصادية والسياسية التي تمكننا من أن نكون فاعلين داخل المجتمع الدولي.